رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد بومبا مجد مساء أمس بمكتبه السيد عبد الله علي ملال جلو مدير قناة تيليفولبي انترناسيونال السنغالية. يأتي هذا اللقاء بعد مشاركة فريق من الاتحاد السنغالي لرياضة المصارعة في مباراة العودة مع فريق الاتحادية الموريتانية لنفس اللعبة احتضنتها العاصمة نواكشوط قبل أيام تحت رعاية سامية لرئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني. وأحضر اللقاء عن الجانب الموريتاني المسير المالي للجمعية الوطنية ورئيس الاتحادية الموريتانية للمصارعة.